الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه في حديث طويل في فضائل الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى زوى مشارق الأرض ومغاربها، أي جمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخوف ما يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي الأئمة المضلين، أي الرؤوس الذين يعظمهم الناس وهم من أهل الضلالة المنحرفون أو المنحرفين عن صراط الله المستقيم وعن صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم القويم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وتأتي خطورة هؤلاء الناس خاصة في هذا الزمان إذا وجدوا إعلاما ووضعوا ووسد الأمر إلى غير أهله، واغتر كثير من الناس بهؤلاء الأئمة المضلين بما يوضع لهم من ألقاب وبما لهم من مكانة عند كثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقة هؤلاء، فيصيب الأمة من جرائهم من الضلال ومن الانحراف ومن البعد عن دين الله تبارك وتعالى ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الليلة عندنا كنموذج في السودان، لو في زول دار يغش الشعب السوداني إلا من رحم الله، يجي يقول لهم: يا ناس، أنا شريف من آل البيت، وأنا جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا جيتكم بطريق جديد، طريق جديد عشان تصلوا لربنا سبحانه وتعالى. فتجد الناس إلا من رحم الله يصدقون هذا الأفاك الكذاب، وكأن دين الإسلام لم يكتمل. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كويس؟ فبيجوا مجموعة من الناس يغشوا الناس، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جدك فإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: نادى في أهله وفي عشيرته وفي قبيلته وعم وخص، وقال: يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأحسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فدخل عبيه كثير من الناس. في ناس يقول لك: نحن عارفين ديل كذابين، لكن يا اخي الزول داك دكتور، اسي في دكتور جايبينه اسمه النابلسي، دكتور ما اعرف ملقوط من وين، جايبينه لنا مجموعه في السودان، وده زول منحرف عن منهج الاسلام، زول صوفي ومعتزلي، فهمت؟ وعنده عقائد باطله كثيره جدا، فيدافع عن الصوفيه و
عن الأفكار المنحرفة والباطلة والضالة. معروف الدكتور اسمه محمد راتب النابلسي وإنسان عقلاني، ولك المزلة دي بالعقل كده ما بتيه يا ذول، عقل بتاع شنو؟ احنا عندنا كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما راجلك يا نابلسي عشان تجي تفسد الأمة. ففي ناس بيغتروا بالدكاترة، الزول ده دكتور والزول ده بروف وكده، الناس يقوموا يستمعوا له ويفتح له الإعلام وتفتح له وسائل الإعلام من الجرائد والصحف والإذاعات وغيرها، ويبث هذه السموم في الأمة المحمدية وينخر في عقيدة المسلمين. آخر بلوى وأنا دار أتكلم لك عنها، جايبين قالوا خليفة التجاني في العالم كله الأمية الكبيرة دي، ما عارفها توليد حراري ولا توليد ماي ما بعرفه، جايبين الأمية الكبيرة، أكبر ضال على وجه الأرض، أكبر تجاني ضال منحرف، قال جده التجاني طوالي، والآن دي سلسلة الذهب يعني، قال جده التجاني، يبقى جدك التجاني ولا يبقى ود أخوك ده ما بحلك، فهمت؟ وعنده افتتاح بتاع زاوية بتاعت التجانية، أكبر زاوية في الفاشر هناك للتجانية، وملقطين تجانية من وين وتجانية من وين، وده وديل الآن من أفسد خلق الله الطريقة التجانية. غير صلاة الفاتح المعروف عن أحمد التجاني اللي بيقول إنه صلاة الفاتح أحسن من القرآن وأفضل من القرآن، وهذا الكتاب 6000 مرة، وهذا كلام كفري. قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. غير الكذب على الله والتألي على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم باطل كثير، ديل التجانية، طريقة التجانية كتار جدا، تقدر تحسب التجانية، فهمت؟ مما تمرق بجاي أو قبل ما تمرق من الخرطوم لغاية البحر المتوسط الأطلنطي بغادي أو البحر الأطلنطي، لغاية ما تمرق في أمريكا، الغالب فوقهم تجانية، فهمت؟ تابعين لأحمد التجاني، وتابعين لواحد تاني اسمه إبراهيم الكولخ السنغالي، ده هلك في نيجيريا بيعبدوا عبادة، عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وبطوفوا بالقبة بتاعته طواف عديل، ده التجانية، دي الطرق الصوفية الموجودة في السودان. طيب ده كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني تأليف علي حرازم باعترافهم ذاتهم جوا الكتاب، فهمت؟ الشغلة دي ما مجيها، فهمت الحاصل؟ والكتاب ده اشتريناه من الدار السودانية بالجهة الشرقية الجنوبية من الطابق بتاع الكتب، تلقى قسم كامل يقول لك في الأخلاق والتصوف، فهمت؟ بتلقاه مردومات كتار، وأنا عندي منه نسخة تانية، النسخة التانية دي طبعا حقة المناظرات، لو في تجاني قام يتورط ودقس وألقى بيديه إلى التهلكة بنمرق له النسخة التانية ديك، فهمت؟ لكن الشيك بتاعت الدار السودانية للكتب، فهمت؟ ده الكتاب مؤلف علي حرازم، وده أكبر كتاب للطريقة التجانية في العالم، أكبر كتاب لأبو التج في العالم هذا للكتاب ده، فهمت؟ نشوف القاعد في الكتاب ده شنو؟ يا اخي بيعتقدوا عقائد، انت لو بقيت تجاني اي عقيده من العقائد دي اذا لاقيت ربنا سبحانه وتعالى بها لن تفلح دنيا ولا اخرى، ورب السماء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بواحد من العقائد بتاعت التجانيه دي لن تفلح لا دنيا ولا اخرى. طيب انا اديك بعض الكلام من كتب الطريقه التجانية. طيب طيب نبدأ لك من الصفحة 404 وتاني نجي راجعين لبقية الكلام من كتاب رماح حزب الرحيم في نحور شنو كده حزب الرجيم. يعني الكتاب ده فيه جزئين، الجزء الأول جواهر المعاني بتاع علي حرازم، وفي واحد تاني اسمه بتاع الفوتي داك اسمه مين ما أعرف كده، الجزء الثاني من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم
لسيد عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي الجزء الثاني. طيب الصفحة 404 من هذا الكتاب، وهو ينقل من جواهر المعاني. المؤلف الكتاب ده تجاني كبير وبعد ده بينقل من جواهر المعاني. قال: وسألته رضي الله عنه عن حقيقة الولاية، بدل ما يقول لي راجع سورة يونس، حقيقة الولاية من جمع صفتي الإيمان والتقوى، قام قال شنو؟ قام قال: فأجاب رضي الله عنه بما نصه، يعني ما كلام، ما رواية بالمعنى، ده نص الكلام. قال: الولاية عامة وخاصة. الولاية عنده عامة وخاصة، فالعامة هي من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، دي الولاية العامة. والخاصة هي من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إلى الختم، والمراد بالخاصة هي من اتصف صاحبها بأوصاف الحق 300 على الكمال ولم ينقص منها واحدة. يعني عند الطريقة التجانية إنه من آدم عليه السلام لغاية عيسى عليه السلام ديل الولاية بتاعتهم عامة، أما من زمان النبي صلى الله عليه وسلم لغاية زمن الختم أو زمن أحمد التجاني دي الولاية الخاصة ذاتها. يعني عند التجانية ديل عندهم إنه بقية البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء والمرسلين، ودي عقيدة باطلة، لأنه ربنا فضل الأنبياء. ربنا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربنا يصطفى الأنبياء والمرسلين. تجي أنت يا تجاني تفضل العطالة بتاعينك ديل على الأنبياء والمرسلين، لسه أنا مش لقدام. قال: وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به إن القطب المكتوم، وطبعا دي من عقائد الصوفية إنه في حاجة اسمها القطب، والقطب عند الصوفية هو الواسطة بين الله وبين خلقه، والكلام ده أخواننا باطل، لأنه ربنا ما خلى لنا واسطة، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فربنا سبحانه وتعالى ما خلى واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق. لكن التجانية داريني بقوليك الزعماء والدجاجلة بتاعنهم ديل واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى حتى تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. مشى لي قدام، قال: وقال رضي الله عنه، قال: إن القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بكل ولي لله تعالى، من كبر شأنه ومن صغر لا يتلقى فيضا من نبي إلا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا يشعر به، ومدده الخاص به إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم، ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به. يعني قال الشغل بتاع التجانية ده والعلم بتاع التجانية ده حتى الأنبياء ذاته ما عرفوا، الأنبياء ما وصلوا لما وصل له أحمد التجاني. وقد يكون هذا الكلام صحيحا إذا كان أحمد التجاني يقصد الكفر بالله والشرك بالله والإلحاد، ده ما في نبي من الأنبياء وصل له. وأما إذا كان هذه العلوم علوم الدين وعلوم الحق والتوحيد، فالأنبياء هم سادات الناس وهم أعلم الناس وهم سفراء الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه. لغاية ما قال لأن له مشربا معهم صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، مشيرا بأصبعه السبابة والوسطى، روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا، دي السبابة ودي الوسطى. قال: أنا روحي أحمد التجاني، روحي قال مع روح الرسول صلى الله عليه وسلم زي ديل. يا زول أبو بكر الصديق وين؟ أبو بكر الصديق وديت وين أحمد التجاني؟ ها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طعن عمر، ها؟ كان
ابن عباس قال أنا واقف، فجزول أخذ بمنكبي وقال: لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومشيت أنا وأبو بكر وعمر. جاء أحمد التجاري دار يرجع أبو بكر الصديق ورا هناك ويقول لك: أنا روحي مقرونة مع روح الرسول صلى الله عليه وسلم زي السبابة والوسطى. يا كذاب يا مفتري، ومعك كل التجانية. وده مش أحمد التجاني جده، نحن في السودان ما دارين تاني تجاني دافع لنا عن أحمد التجاني. جيب حفيد أحمد التجاني خليه يخش معانا مناظرة، فهمت؟ لأنه بعدين الشغلة دي بتكتم، أنا عارف الحاصل، فهمت؟ جيب ولد أحمد التجاني، ونحن ما عندنا معه مشكلة شخصية، نحن مشكلتنا معه إنه ورث كفر جده وشركه وضلاله. وارث زي ما قال نوح عليه السلام، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهمت؟ ما ممكن جنى بتاع مرفعين يطلع عليك خروف تاني، ما ممكن، فهمت؟ يطلع عليك مجرم زيه. فده احنا دارين يدافع لنا عن الباطل ده. قال: وقال رضي الله عنه، مشى لي قدام، قال: نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب. الأقطاب الصوفية طبعا أي طريقة بتقول لك أن احنا زولنا ده القطب، قطب الزمان، وشنو كده أهل العرفان، والكبريت الأحمر، والبحر المطمطم، والغيث المعمعم، والشنو كده الكبريت الأخضر، والعيش الأسمر، فهمت؟ بقوة الدلمين بس، فهمت؟ فديل الجماعة ديل قال لك أحمد التجاني ده حتى الصوفية ذاتهم ما بيلحقوا. قال لهم: الأقطاب بتاعينكم ديل زي الدراويش معي. بعد ده قال شنو؟ قال: وقال رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى، يعني أهل عصره. الصوفية طبعا عندهم وهم إنه الشيخ يكون مصرف في الكون، دي عقيدة كفرية، ودي ما بيعتقدها حتى أبو جهل. ربنا قال في سورة المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تتقون. فهمت؟ قالوا، ينقل عن عبد القادر الجيلاني إنه قال: قدمي هذا على رقبة كل ولي. قام يتكلم عن الموضوع ده، قال يعني أهل عصره، بدل ما يقول يا عبد القادر الجيلاني الكلام ده منصوب له غلط ويمكن يكون كده ويعتذر له، قال شنو؟ ده في الصفحة رقم 404 من كتاب رماح حزب الرحيم، طبعة الدار السودانية للكتب. قال: صدق. قال: وأما أنا فقدماي هاتان جمعهما رضي الله تعالى عنه وكان متكئا فجلس. قام جاب لهم كلام عبد القادر الجيلاني وهو متكي وقاعد، بعد شيء وزاته جاب كرعين والاثنين، فهمت؟ وكان متكئا فجلس، داري حاكي لك الحديث، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، فهمت؟ ده قال: وكان متكئا فجلس. طبعا ده داري يجيب لك كبيرة وراقد ما بتمرك، ده ما طراي ذاته، فهمت؟ قال وقال: قدماي هاتان على كل رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. كل الأولياء أحمد التجاني عافصهم تحت كرعين كلهم، والتاسي يجي يقول لك ما تسب الأولياء. طيب أنت عافص الأولياء ليه؟ عافصهم ليه يا تجاني؟ فهمت؟ ما ده شغل بتاع ليه ساكت وإنه عافص الأولياء لله سبحانه وتعالى عشان يوريك انه عباره عن كذب وتدجيل، وانه الطريقه التجانيه دي طريقه باطله. طيب نديك ثاني من اباطيل احمد التجاني، فهمت؟ الصفحه 413 كذب عجيب ذاته، صفحه 413 في فضائل قال الطريقه التجانيه، فهمت؟ قال: وقال رضي الله عنه وأرضاه
وعنا به. أنا ما أعرف ربنا رضى عن التجانية بتين، فيات آية أو فيات حديث ربنا سبحانه وتعالى رضى عن أحمد التجاني وعن التجانية. قال أعطاني الله تعالى الشفاعة في أهل عصري من حين ولادتي إلى حين مماتي، كلهم بيخشوا الجنة. علي حرازم قال وأخبرني محمد الغالي قال زيادة أكثر من 11 سنة بعد الممات، كلهم برضو بيشفع عليهم أحمد التجاني. والشفاعة دي بتكون للناس الموحدين. ربنا سبحانه وتعالى قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ده بيجي بيقول لك أنا ده بشفع، والشفاعة دي ما بتكون إلا بإذن الله. فمتى علم التجانية أن الله أذن لأحمد التجاني أن يشفع لأهل عصره أو لأحد من الناس؟ ومن أخبر أحمد التجاني أنه سينجو أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ دي طريقة بتوديك الجنة دي؟ أمشي لي قدام. قال وقال رضي الله عنه وعنا به، وده طبعا بيرهب به والتجاني عشان ما يمرقوا من الطريقة، ده إرهاب فكري، فهمت؟ المفروض لو الناس يتكلموا عن الإرهاب يجيبوا الموضوع. قال من ترك وردا من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله على جميع الطرق، على السمانية والتجانية والكزنزانية والنقشبندية والقادرية وغيره، قال التي شرفها الله على جميع الطرق، قال أمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. بقيت تجاني أنت بتأمن في الدنيا والآخرة، وربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم شنو؟ الأمن وهم مهتدون. مش البقوا تجانية ولا البقوا سمانية ولا البقوا أنصار سنة، ديل من الأمنين، فهمت؟ لغاية ما قال شنو؟ قال فلا يخاف من شيء. أسمع الكلام ده كبير كيف؟ قال أنت يعني إذا خليت الورد بتاع الطريقة الثانية وجيت الطريقة بتاعت التجاني ما بتخاف من حاجة. قال لا يخاف من شيء يصيبه، لا من الله عز وجل، ما بتخاف لا حاجة بتجيك من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو من الأموات. إذا بقيت تجاني ما تخاف شيء يصيبك، لا من الله ولا من الرسول ولا من شيخك لو بقى سماني أو بقى قادري أو بقى تسعيني أو بقى كزنزاني، ما تخاف، ما بيجيك حاجة لأنك تجاني بقيت، فهمت؟ لا تخاف من الله، ده ما كلامه، ولا تخاف من رسول الله، فهمت؟ وربنا ذاته ما قال لك خاف من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك حب الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال لك خاف، فهمت؟ لكن قال لك ده، قال لك الله ذاته ما تخاف منه. وربنا قال ولمن خاف مقام ربه شنو؟ جنتان. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم ديل الناس اللي بيقعوا في الفواحش، قال هؤلاء يصلون ويصومون ثم يخافون أن لا يتقبل منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي تقول لي تبقى أحمد تجاني من الله ما تخاف؟ ده شنو يا تجانية؟ جيب حفيده ده خليه يجيب لي دليل على الكفر والباطل بتاعه ده، عشان كده الناس دي كلها بتكورك، ده ما أسلوب ودي ما طريقة وحقه براحة، أنت ما تعال جاوب، الأسلوب خليه، فهمت؟ والبراحة خليها، أنا ربنا خلقني كده حار، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك بني آدم ده خلقه من الأرض، فجاء من الطين، زول من الرملة، زول من القرير، فهمت؟ فجاء بني آدم على ذلك، فهمت؟ ناس صعب، زول تمام، أنا اعتبرني أنا زول صعب، فهمت؟ تعال جاوب لي على الكلام ده الموضوع، لكن أنت تقول لي براحة وما أعرف شنو، يا زول أنا دار أديك حقنة، براحة بتاع شنو؟ ده زول بيقول في كفر، ما تغضب لله سبحانه وتعالى، وتغضب للفكية والتجانية، أحمد التجاني بيملك لك شنو؟ أحمد التجاني بيملك لك شنو؟ الكولخ بيملك لك شنو؟ الحوار بتاعه بيملك لك شنو؟ ما بيملك أي حاجة. تاني قال وأما من دخل زمرتنا
وتأخر عنها ودخل غيرها تحل عليه المصائب دنيا وأخرى ولا يعود أبدا. يعني أوعى تمرق من التجانية، مرقت من التجانية حتى لو خشيت الختمية، حتى لو خشيت السمانية انت تورطت. ده ما إرهاب فكري، ده ما إرهاب للناس. عشان كده بتلقى الواحد ماسك في التجانية بكرعين ويدينه يا زول ما تفك، الله يهديك فهمت. والله لو لقينا طريقة بأي طريقة تفك الطريقة دي بتورطك، وداك تلقاه ماسك ومتشدد وما دار يسمع الحق فهمت، لأنه الشيخ ربطه بالأوهام دي، دي عبارة عن أوهام. قال وقال رضي الله تعالى عنه وعنا وأرضاه وعنا به: إن جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخذون أورادنا ويتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة حتى المهدي رضي الله عنه، إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء. المهدي ذاته في آخر الزمان رضي الله عنه قال حيبقى تجاني، حيبقى تجاني المهدي في آخر الزمان. والمهدي هو من دعاة التوحيد رضي الله عنه، وهو من علامات الساعة فهمت. قالوا هو ذاته حيبقى تجاني، طبعا الطريقة التجانية تقدروا تدافعوا عن الكلام ده التجانية. الخنجر انت قال نسيناك ولا جنو، تقدر تدافع عن الموضوع ده؟ تقدر تدافع عنه؟ تقدر تجيب له 70 دليل؟ 70 دليل انه المهدي حيبقى تجاني فهمت، وكلام كثير. قال اديك اخر واحدة، وان كان الحاجات كثيرة ان شاء الله نواصل فيها في الحلقات الجاية. قال ويتحدث لأصحابي بما أنعم الله تعالى عليه، قال وأقول لكم إن مقامي عند الله تعالى في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء. يا إخواننا لقاكم بني آدم بيتكلم بالطريقة دي؟ قال مقامي أنا عند الله ما بيحصل زول من الأولياء. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وصى عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال في زول اسمه أويس القرني من أهل اليمن، زول بار بأمه ودعوته مستجابة، لو لقيته خليه يستغفر لك. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقاه واستغفر له قال له ما أكتب لك لعامل اليمن. لما مشى قال له لا أكون في غبراء الناس، يعني أكون مع الناس ما داير أكون ظاهر. لما راوي الحديث مشى يستغفر له، دعا ربنا سبحانه وتعالى فانقطع خبره. ده قال لك الأولياء كلهم كويس. قال إن مقامي عند الله، أنا بأخواننا زول ذاته يتجرأ على الله سبحانه وتعالى هذه الجرأة والله ما لاقاني أصلا. تقول أنا مقامي عند الله وإنت عندك عند الله مقام؟ زول مفتري وكذاب. مقامك عند الله سبحانه وتعالى غيب لا يعلمه إلا الله، وأما مقامك عندنا فإنك كذاب أشر ساقط منحرف لا تساوي عندنا شعرة في بعرة، أنت والتجانية المعب. طيب قال ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر، وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول. من عصر الصحابة لغاية أحمد التجاني، زول بيحصل أحمد التجاني ما مش يحصله ولا بيقرب عليه ذاته، ما بقرب عليه. دي الطريقة التجانية، ودي دعوة للتجانية كلهم إنه يتوبوا ويخلوا الطريقة التجانية. ولسه في كلام كثير، كلام كثير جدا وأعجب من ذاته يحيرك مرة واحدة فهمت. ودعوة للصوفية كلهم إنهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ودعوة للدجالين الذين يدعون إلى هذا المنهج الشركي وهذا المنهج الإلحادي والمنهج الكفري من الدكاترة الخنجر والشفاتة الإزيرك وغيرهم، إنهم يتوبوا إلى الله من هذا المنهج الباطل فهمت. وأقدم الشيخ أبو بكر.